شكرا يا مستر. العفو يا سيدي. عايزك اول ما تروح تطلع الملخص الورقتين اللي كتبتهم لك دولت وتقعد تقرا فيهم لغايه ما تتسحر. خلاص؟ حاضر. تاخد دش وتنام على طول. حاضر، ربنا يستر بس والنبي. ما تقلقش ما تقلقش، الامتحان هيجي سهل ان شاء الله. بكره اول ما تخلص الامتحان تكلمني قبل ما تكلم مامتك. حاضر. سامع؟ حاضر. تطمني الاول ضروري. شكرا، يلا خد الكنافه بتاعتك اهي، دي هتخليك تحل كويس في الامتحان ان شاء الله. جه يلا يلا، مع السلامه. مع السلامه. الو، ايوه هو نزل لك اهو حالا. ايه فضي عربيه، فضي على اليمين. فضي. حاضر. طب هو جاي لك اهو. شكرا. الو. كريم راجع لك دلوقتي. ايوه كنت بقى بتقولي لي ايه؟ بتقولي لي انك خايفه لحسن التمثيليه دي ما تخشش عليه؟ والله. طب ايه رايك بقى ان هو النهارده بيقول لي انه زعلان ان الامتحانات جت لانه هيقعد طول الاجازه مش هيشوفني. يلا طمنيه بقى وهديه كده وسحريه كويس عشان بقى. مستر كمان؟ ايوه. في حد ساب لحضرتك الطرد؟ انا؟ حد ساب لحضرتك الطرد؟ ليه انا؟ ايوه. متشكر. النسخة التانية من الفيديو ده زمانها دلوقتي وصلت للجنة في البيت. على الله بس ما تقعش في ايد كريم. تعبني قوي الفيديو ده. مش سهل خالص تقنع واحد ضميره ميت ان هو يخش اوضه في اوتيل عشان يزرع كاميرا وبعد كده يخش تاني عشان يشيل الكاميرا. طبعا ده غير شغل المونتاج عشان نشيل الحاجات اللي ملهاش لازمه والهري ونركز بقى في الاكشن واللحظات المثيره الحلوه. بس دي شغلانتي وانا بعرف اعملها من زمان قوي وبعملها كويس. عايزك بقى ايه؟ تتمزج وانت بتتفرج على الفيديو ده، وبعد ما تتفرج عليه وتتبسط عايزك تكلمني عشان نشوف هنعمل ايه في المصيبه دي. Thank you.
رمضان كريم يا حلوين، رمضان كريم يا كيمو، رمضان جاء. انا عارف ان رمضان قرب يخلص. سوري طبعا المكان مقفل، انتوا عارفين بقى الناس ممكن تكون صايمه وبتاع عشان نراعي احساسهم برضو وبتاع. ايه انت بتعمل معايا كده؟ تعمل مع ام ابنك كده يا زباله؟ الله لولو جرى ايه؟ في ايه؟ وانا صورتك نايمه مع واحد غريب؟ ده جوزك. وبعدين الفيديو ده بعدين هيبقى في مكتبه ذكرياتكم، تبقوا قاعدين كده في الليفنج ومدلدلين رجليكوا على الكاوتش وتتفرجوا عليه وتستعيدوا الايام الجايه. وديني ام اعبد لسانك مكانك. انت فاعي. ايه ده؟ سيبه. بتعتمد على البلطجيه بتوعك يا وسخ؟ قول له سيبه. كفايه. ايه ده؟ انت مش بني ادم. سوري. انا راجل وسخ. وانتوا الاتنين عارفين ان انا راجل وسخ، وعارفين ان انا مش هسكت على اللي انتوا عملتوه ده. وكريم هو ورقه الضغط الوحيده اللي ممكن اضغط بيها عليكم. كريم لو عايزه اتفضلوا، نشوف ايه الاجراء المناسب في المحكمه وخده. وحتى فنيا يبقى الاسم افضل، كريم كمال احسن من كريم هشام، صح؟ انما ال20 مليون مش هتنزل عنه، والا وشرف لبنى تاني يوم المحكمه مصر كلها هتشوف الفيديو، واولهم كريم. شوفوا بقى كريم رد فعله هيبقى عامل ازاي لما يشوف والدته في الوضع المخل ده. حبسك سمعني؟ هحبسك. الشراسة كده شايف؟ انا هروح بقى اطمن على كريم لما يطلع من المدرسة، اصل كان عنده امتحان فيزيكس. رمضان كريم. انا مش قادر اصدق جايالي البيت. امال اجيبك ازاي؟ ما انا كلمتك ما ردتش، وبعدين التليفون اتقفل، رحت لك المستشفى عند حماك قالوا ان انت ما بتروحش. هو احنا مش في بينا اتفاق وانا مستنيه رد؟ ما كانش اتفاق، ده عرض انت عرضتيه عليا، والمفروض افكر فيه اذا كنت اقبله او ما اقبلوش. وبعدين انت قلت لي معاك وقت لحد ميعاد الجلسه، والجلسه فاضل لها 3 ايام. يعني انت لسه بتفكر؟ ما رحت تشكر المحامي ليه؟ بطنك كبرت يا بنت عمي. فاطمة! انت بتعمل ايه؟ فاطمة! تعالي يا فاطمة. ده حنان بنت عمي. انا حكيت لك ان انا اتقدمت لها وهي رفضتني زمان. حنان زي بقية اخواتها، عاوزين اتنازل عن القضية، بس هي بقى عملت اوسخ من اللي عملوه ده. جات تبيع لي نفسها واتطلقت من جوزها، وجات للعيلة ابو ريالة اللي هو انا، وقالت لي يلا يا قاد احنا ممكن نتجوز دلوقتي، بس بشرط ان انت تتنازل عن القضية. طب جوزك اللي انت بتحبيه، ابو ابنك او بنتك اللي في بطنك، بعتيهم عشان شويه فلوس انت هتاخديهم. انا بقى هتعملي فيا ايه وانت اصلا ما بتحبنيش؟ كفايه. انت سالتيني اذا كنت بحبها ولا لا؟ ايوه كنت بحبها، وبحبها جدا كمان. وسالتيني اذا كان رفضها ليا وجعني؟ ايوه وجعني، وجعني طول السنين اللي فاتت دي كلها. أنا اتجوزتك يا فاطمة عشان أنساها،
لو كنت بستغلك لما كنت بنام جنبك كنت بفكر فيها وبحلم بيها، كنت بدور على اخبارها، عايز اشوف انها نزلت صور جديده عشان اعرف شكلها بقى عامل ازاي. كنت بقول لك جمله حلوه يا فاطمه، كنت بقولها وانا مغمض عيني عشان شايفها هي قدامي. الشيطان وهمني ان انا ما حبيتش حد غيرها، كل ده راح وانتهى، فضل مكانه القرف. اول ما جيتيني الشهيدة. الشيك بتاعك يا بنت عمي. انا بحب مراتي، بحبها بجد، بشكرك ان انت خليتيني اعرف الحقيقه دي، خليتيني كمان اتاكد ان انا مش بياعه زيي، مش بياعه. انا بحب العيله دي وهفضل احب العيله دي، مش هبيع، سامعه؟ مش هبيع.